انا سويت شغلي في نفسي، خليت اي حدا يشوفني من اللي بمارسه او اني اللي بعيشه ينصدم، خليته ينصدم. اذا انت من ذوي الاحتياجات الخاصه، اي اشي عندك بتقدر تسويه موهبه. اقول لك حتى الحكي، حكي انت، احكي مع الناس، اختلط مع الناس، بالحكي الناس بحبوه. انا عندي ثقه قسما بالله، ثقه في نفسي قد مسؤول. عمري 24 سنة، من سكان قرية المجد وهي إحدى قرى دورة التابعة لمحافظة الخليل. طبعاً للي بيسألوا أو مثل حابين أنا يعرفوا أنا شو سبب أو أنا كيف أنا صرت هيك، أنا منذ الولادة طبعاً فيش ولا أي صلة قرابة يعني أو عامل وراثي بين أم وأبوي، كله بمشيئة الله. من يوم الولادة، من يوم المولدت أنا مبتور الأرجل خلقة ربانية، وإيدي اليسرى فيها إصبع واحد، وإيدي اليمنى طبعاً زي ما أنتم شايفين كله هذا من الولادة، والحمد لله رب العالمين. أهم إشي العقل، الحمد لله رب العالمين، والصحة القوية تكون. طبعاً أنا خريج من جامعة القدس المفتوحة، درست في جامعة القدس المفتوحة تخصص إدارة صحية، وتقريباً إلي سنة وشهرين ثلاثة خارج منها، خلصت وقاعد. ما فيش وظائف، إحنا اللي بنتمنى إنه يكون لنا وظيفة، تعبنا وكافحنا في حياتنا وإن شاء الله إنه نصح لنا وظيفة ويسمعونا، سمعنا سيادة الرئيس ويسمعونا كل الوسطين. طبعاً أنا إنسان، عشان أكون صريح، أنا بكره كلمة إعاقة يعني. بلاحظ للمجتمع، في كل المجتمعات موجود هذا الإشي، بس بلاحظ إنه هذا في المجتمع العربي إنه بهمشوا من المعاقين، بحسسهم إنه أنت معاق أو أنت مقعد، أنت ما إلك القدرة، أنت لازم تكون منعزل. طب أحكي لك شغلة، طبعاً أنا لما انولدت هيك إنه كانت متخوفين مني أهلي إنه ما أقدر إني أمارس حياتي، يعني ما كانوا يعرفوا إني أنا بحكي أو إني ساعة وأنا صغير. شوي شوي صاروا يتفاجئوا أهلي شوي شوي إنه اعتمادي على نفسي شوي شوي. طب أحكي لكم، أنا اليوم يعني بتحمم لحالي، بفوت على الحمام لحالي، بعمل أحيانا لما الوالدة ما تكونش في الدار عادي بفتح الثلاجة وبطول وباكل، أو حتى الوجبات السريعة ممكن أعملها لحالي. الحين بالنسبة للعقبات اللي بتواجهنا إحنا ذوي الاحتياجات الخاصة، تروح على مثلاً على دورة، تروح على أي مكان مثلاً، بحكوا لك تروح على المؤسسة الفلانية، بتواجهك إنه ما في طرق أو في أماكن مهيئة لنا. بالنسبة للعبة كرة القدم، أنا الحمد لله رب العالمين، أنا بحس هذه شغلة وراثية، يعني إشي في دمي إنه أنا بحب الرياضة وهو الرياضة. حتى أنا متابع للرياضة بشكل جدا يعني، بالنسبة للي بيشاهدونا ما يزعلوش مني، أنا بشجع ريال مدريد طبعا. طبعا أنا بتابع الرياضة وبحب الرياضة. إحنا عنا في منطقتنا إحنا أو أولاد الحارة أو أولاد عمامي أو بشكل عام المجتمع القريب منا، العصريات مش يوم بتقدر تقول مثلا خميس جمعة أو أيام في نص الأسبوع نعمل حالنا نلم حالنا هالشباب نروح نلعب. رسالتي للأشخاص ذوي احتياجات خاصة، إذا أنت بدك تظلك مسكر على حالك الغرفة وبديش حدا يشوفني، بديش أتعمق مع الناس، بديش أطلع ناس، بديش ناس يشوفني، بديش ناس يتمسخر علي، لا أحكي لك شغلة، إحنا كل يوم بنعيش هذا. أنا بحكي لك عن نفسي، مش أنا بقول، أنا عندي ثقة قسما بالله، ثقة في نفسي قد مسؤول، ثقة في نفسي الحمد لله رب العالمين، بمارس حياتي طبيعية 100%. إذا أنت بدك تسوي حالك منعزل، أنت خربت حالك، الناس ما بتفيدك من هاللغات، الناس اصلا بتكيف لما بتشوفك منعزل، تعطي فكره انت بتحاول تعطي للناس انه احنا منعزلين. لا الحمد لله رب العالمين، الحياه انا اقوى من الحياه، وانا بمارس حياتي بشكل قوي وبعيش في المجتمع وبختلط بالناس. انا احكي لك على مجرد انا كنت ادرس جامعه القدس المفتوحه، لليوم في ناس من الشباب من اصحاب اساتذه دكاتره بيعرفوني. ليش؟ انا كنت باني نفسي بنفسي يعني في الجامعه او بين الناس، اي مناسبه اي شيء بحاول اني اختلط فيها، بحاول اني اكون موجود فيها، اللي الناس تقول انه هذا ذوي احتياجات خاصه مش منعزلين عن المجتمع.